خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن الاحتفال اللي نظمته دار الكتب والوثائق القومية بيوم الأرشيف العالمي. ونرجع لحضراتكم على طول نبتدي حلقتنا معاكم. اتفضل. يوم الأرشيف العالمي هو معروف طبعا بيوم 9/6 اللي هو تأسيس الاتحاد الأرشيف الدولي. دار الكتب والوثائق القومية طبعا هي جزء من ذاكرة مصر، جزء رئيسي من ذاكرة مصر وذاكرة العالم، وبالتالي احتفالنا بيه النهاردة يعني كان بيتواكب مع هذه المناسبة. طبعا احنا لما بنتكلم عن استخدام التكنولوجيا في مجال الوثائق هي بتعني بشكل رئيسي تحويلها من نسخ ورقية أو خامة إلى نسخة رقمية، ده رقم واحد. وده جزء من رسالة دار الكتب اللي هي أول حاجة اللي هي الحفظ، الضم، إن الوثائق بتجيلنا، ده رقم واحد. رقم اتنين الحفظ، والحفظ ده بنشتغله على طريقين متوازيين. الطريق الأولاني الحفظ بمعنى الترميم والصيانة علشان ما نفقدش الوثيقة بالتقادم وبالتلف، والجزء الثاني رقمنتها علشان ده شكل رئيسي من أشكال الحفظ. احنا بنحتفل كل سنة في شهر يونيو باليوم العالمي للأرشيف، وده ذكرى إنشاء المجلس الدولي للأرشيف الأيكا. وبالنسبة للتطور التكنولوجي وعلاقته بالأرشيف، علاقة قوية جداً، لأن في أمور كتير جدا تغيرت نتيجة لوجود التكنولوجيا، ومن ضمنها مش بس الوسائل الاتصال السريع ووسائل الاتصال اللي بتخدم مستفيدين، لكن كذلك أمور خاصة بالفنيات داخل الأرشيف. فالتكنولوجيا ساعدت كتير قوي في إنجاز أعمال كتير جدا في الادمنستريشن، في الفنيات المختلفة، يعني ترتيب وفنيات فهرسة ووصف وهكذا. هو الاحتفال ده يعتبر احتفال سنوي بيوم الأرشيف العالمي، وفي طبعا مؤسسة الأرشيف الدولية اللي بتعتمد على الاحتفال ده في المقام الأول. وبصفتنا كدار الوثائق القومية طبعا لازم يكون لنا دور مهم جدا في الاحتفال بمثل هذا اليوم، لأن خاصة دار الوثائق دورها بيعتمد في الأساس، هي تعتبر الأرشيف الوطني لجمهورية مصر العربية، فده يعتبر هي أولى بهذا الاحتفال. زمان في بداية النشأة بالنسبة لدار الوثائق كان مجرد عمليات الجمع، وبتطور الأمر شوية بقت عمليات الجمع وعمليات الإتاحة لدراسة التاريخ. مع تطور الأمر شوية بقى فيه عندنا مجموعة من الأيتمز الجديدة اللي فرضتها التكنولوجيا الحديثة بنبتدي نشتغل فيها. فمثلا تكنولوجيا بتخش عندنا في المسح الرقمي بالنسبة للوثائق المختلفة الموجودة، عشان نعمل حاجة اسمها الإتاحة الرقمية بالنسبة للباحثين الموجودين بدار الوثائق القومية. بمعنى التداول المادي للوثيقة لم يعد موجود، لأن أنا محتاجة أن أنا أحافظ عليها، محتاجة أن أنا يعني أحضر لها الظروف المختلفة بالنسبة لحفاظ درجات حرارة ورطوبة وعدم وجود هاندلنج أو تداول بصفة عامة. فعشان كده بقدم الصورة الرقمية اللي يقدر الباحث يعتمد عليها بمنتهى البساطة في استقاء المادة العلمية اللي بيحصل عليها.